نتكلم عن الفيروسات شوية. يقول لك فهم ماذا يعني الفيروس والطرق التي يمكن أن تنتقل بواسطتها إلى الحاسب الآلي. إيه معنى الفيروس؟ والله أنا دخلت على الإنترنت ودورت على فيروس الكمبيوتر وكتبت ويكي. ويكي دي موسوعة في الإنترنت، أو أكبر موسوعة على الإنترنت اسمها ويكيبيديا، وفيها عربي، فيها إنجليزي، فيها صيني، فيها لغات كتيرة جدا يعني فرنسي. فمجرد ما كتبت فيروس الحاسوب ويكي فجاب لي ادخل كده نشوف ايه مصطلح الويكي، اسف، مصطلح الفيروسات الحاسوب، خلاص، ونشوف هيقول ايه عن فيروسات الحاسوب. عامة عقبال ما يجي ويتعرض الكلام، فيروس حاسوب ما هو الا برنامج، يمكن برنامج صغير حجمه، يمكن برنامج صغير لدرجة انه ما يتشافش، ما هو اسمه فيروس. يمكن فيروس كمان مقصود بيها انه صغير ما بيتشافش وشديد العدوى. يمكن، ما اسمه فيروس ليه؟ يعني ايه شديد العدوى؟ يعني بينتقل من كمبيوتر لكمبيوتر، والعدوى دي بتحصل من ايه؟ من حاجات مستخدمة بين الاتنين. ممكن يكون في الفلاش حاطط فيه برنامج، البرنامج متصاب بفيروس، وبعدين جيت بقى سيادتك ورحت على كمبيوتر تاني وحطيت نفس الحاجة، فعدا ممكن. طبعا ممكن يكون الكمبيوتر نفسه فيه فيروس، بعت من الكمبيوتر ده ايميل لحد، فالايميل جه الراجل يفتحه لقى عندك مرفق، جه فتح المرفق، اوب، الكمبيوتر اتصاب بالفيروس. ما هو صغير وما بيتشافش وما بيتحسش بيه. طب ايه مشكلة ان يكون برنامج صغير وما يتحسش بيه؟ اه فعلا ما فيش مشكلة، بس المشكلة في اللي بيعمله بقى، ده بيخرب ليك الجهاز. يعني بعد ما تيجي تتصب الفيروس تقول ايه الكمبيوتر ماله، ما بقاش زي الاول، الكمبيوتر بقى بطيء مثلا، تقول كده الكمبيوتر يعني يقولوا بيشكل، الكمبيوتر بيعمل حاجات مش طبيعي. ده نتيجة ايه؟ نتيجة انه اتصب الفيروس. تعالوا نشوف بقى. فالفيروس هو برنامج صغير خارجي صنع عمدا بغرض تغيير خصائص الملفات، بيبوظها، بيخربها، التي يصيبها لتقوم بتنفيذ بعض الأوامر، إما بالإزالة أو التعديل أو التخريب وما شابهها من عمليات. أي أن فيروسات الكمبيوتر هي برامج تتم كتابتها بواسطة مبرمجين محترفين مخربين بغرض إلحاق الضرر بكمبيوتر الآخر، أو السيطرة عليه، أو سرقة بيانات مهمة، وتتم كتابتها بطريقة معينة. يتصف الفيروس، شوف الكلمة بقى، بأنه قادر على التناسخ، ريبليكيشن، تكرار والانتشار. هو فيروس عدوى. الفيروس يربط نفسه ببرنامج آخر يسمى الحاضن، اللي هو بالظبط الفيروس بيجي يعني مثلا في الإنسان بيجي على خلية ويدخل جواها، وتبقى الخلية دي اللي حضناها. بالنسبة للكمبيوتر الفيروس ده برنامج صغير بس بيربط نفسه ببرنامج، أصابه برنامج بيصيب الوورد، بيصيب الإكسل، بيصيب الباوربوينت، بيصيب الأوتوكاد، بيصيب، وهو ده بيبقى الحاضن ليه. لا يمكن أن تنشأ فيروسات من ذاتها، ما بيجيش بدماغه، ولكن لابد أن يكون حد عاملها. يمكن أن تنتقل من حاسوب مصاب إلى آخر سليم. وأقوى حاجة في نظري في عملية النقل دي بتكون عملية الإنترنت، وإن يكون فيه مثلا مرفق مع الانترنت، يجي يفتحه اللي بيستلم الانترنت، لانه بيبعته من عند صاحبه، صاحبه جاي له، جاي من صاحبه ملف مرفق، يجي يفتحه يقول له كل سنه وانت طيب، انت اتصبت بالايه؟ بالفيروس. فهمنا ايه الفيروس؟ نعم، برنامج ضار. نعم، فهمنا ليه سموه فيروس؟ اكيد عشان قادر على التناسخ والتكاثر والانتشار والعدوى، وعشان صغير، وعشان له حاضن اللي هو البرنامج اللي بيصيبه. ماشي الحال. فخلي بالكم من الفيروسات، خلي بالنا ازاي، حط برنامج انتي فيروس مضاد للفيروسات. موجود كتيرة مضاد للفيروسات على الانترنت، ومش كلهم بفلوس، في ببلاش، واللي ببلاش حتى اوعى تفتكروا ان هو مش فعال، ده فعال وفعال جدا. وطبعا في فلوس، من اشهرهم نورتون انتي فيروس، من اشهرهم مكافي.
انت لو عندك نسخة أصلية من الويندوز تقدر تنزل من عند مايكروسوفت برنامج مايكروسوفت سيكيورتي اسينشال وتعمل له ابديت ببلاش، وهو برنامج في منتهى القوة. طبعا في الاي في اي في جي، وفي باي ديفندر، وفي كاسبر كي، وفي كتير جدا من البرنامج المضادات الفيروسات موجودة على الانترنت. بتعمل ايه؟ بتعمل حاجة اسمها سكان، يعني بتيجي على كل الملفات وتفتش عليها واحدة واحدة. سكان مسح، بس مش معناها مسح انها تعملها حذف، لا ده بتمسحها يعني حتة حتة تشوفها فيها فيروسات ولا لا. واذا لقت الفيروس او الملف اللي متصاب بالفيروس بتعملوا حاجة اسمها كورانتين، يعني حجر صحي تحجر عليه. ليه؟ عشان تمنعه انه يشتغل، عشان ما يصيبش برامج اخرى او ايه او ملفات اخرى او ايه او كمبيوترات اخرى. خلاص، بل وتقدر بعد كده تحذفه لو انت مش عايزه. ماشي الحال. برضو برامج الانتي فيروس مش لوحدها كافية. اللي ايه ليه؟ لان كل يوم بيطلع فيروس جديد او فيروسات جديدة، فبتعمل ايه؟ فلازم تعمل لها ابديت او تحديث. البرنامج نفسه بيدخل على الانترنت وبيدخل على الصفحة بتاعته وبيشوف هل من فيروسات جديدة. طب لو كان في فيروسات جديدة يقدر يتعامل معها ازاي؟ وذلك لابد ان يتعمل لبرنامج الفيروسات، تعمله ايه؟ تعمله حاجة اسمها تحديث دوري، بحيث انه اذا كان هناك فيروس جديد يعرف البرنامج كيف يتعامل مع هذا الفيروس، كيف يكتشفه، ثم كيف يقوم بحجزه، ثم كيف يقوم بتنظيف منه او حذفه. ونشوف الدرس اللي بعديه. استخدام برنامج مكافحة الفيروسات لفحص محركات الأقراص أو مجلدات أو ملفات محددة بيختلف من برنامج لآخر. أنا دلوقتي هوريكم على برنامج مايكروسوفت سيكيورتي اسينشال، اللي قلنا لو عندك ويندوز أصلية بتقدر تنزله ببلاش من مايكروسوفت.com، وبرنامج بتقدر تحدثه باستمرار. وقلنا وبكرر التحديث في منتهى الأهمية. تحدث معناها ان تشوف ان البرنامج بيقدر يتعرف على الفيروسات اللي طلعت من القديم الى نفس يوم التحديث. واذا تعرف عليها اللي بيحصل، لو تعرف عليها بيعرف يتصرف معاها، اما بالحذف او بالتنظيف او بالكورنتين او باللي هو الحجر الصحي اللي بيعملوا عليها. واهم حاجه في دول انه يعرف ان عندك فيروسات، يعني يقول لك ان في فيروسات فتتصرف ايه، بس هو بيعرف وبيعرف يتصرف كمان. ماشي. المهم بشكل بسيط جدا ان لما تحط برنامج زي مايكروسوفت سيكيورتي اسينشال واي برنامج اخر، بتقدر لما تيجي تختار السي او الدي تيجي باليمين تقول له لو سمحت سكان، يعني امسح لي. قلنا المسح ليس معناه المسح الديليت، ولكن مسح زي مسح اللي هو الأشعة، يعني هيعدي على كل ملف ويشوف هل في هذا الملف حتى حتى في فيروس ولا لا. إذا في بيتصرف معاه. سكان وذ مايكروسوفت سكيورتي اسينشال، فعمل ايه؟ راح وفتح ومشي مع السي خطوة خطوة، هيشيك عليها طبعا هياخد وقته بالكامل. ماشي الحال. نقفل لان انا مش محتاجين. لو عايز اعمل لحاجه واحده وليكن مثلا ادخل واقول له انا عايز اكشف على مستنداتي باليمين، اقول له سكان دور لي ومسح لي وشوف لي كل ملفات اللي في مستنداتي هل فيها فيروسات ولا لا. اقول له سكان. خلاص، قال لك في سكان في الخلفيه شغال اللي هو السكان بتاع السي. خلاص اهو، تعال نقفل باليمين على مستنداتي، اقول له سكان هيدور لي، اقول له سكان ناو، ما لقاليش اي حاجه في مستنداتي. تعال نشوف مثلا في الاي سي دي ال، باليمين اقول له سكان دور لي في الاي سي دي ال، لم يجد اي حاجه. لو على ملف الواحد زي ملف ده اقول له باليمين، اقول له سكان شوف لي فيه ولا لا، دور لي ما لقاليش فيه اي فيروس. الله، نعم. طيب،
يبقى نقول تاني، نيجي على الملف اللي احنا عايزين نعمل عليه سكان، وباليمين نقول له سكان وذ مايكروسوفت سكيورتي، دور لي عليه. لو تيجي تشوفوا كمان في حاجه اسمها ابديت. ابديت ايه؟ يعني حدث لي من الانترنت، ادخل على ابديت، ابديت ناو، شوف لي دلوقتي ابديت ناو. فدخل وهيبص على الانترنت وهيشوف هل عندك تجديد، هل عندك اي حاجه حديثه، هل في فيروسات صدرت مؤخرا، هل في تعديلات على البرنامج صدرت مؤخرا ولا لا. اذا لم يجد هقول لك ان البرنامج محدث الى اخر وقت. اذا وجد اللي بيعمل بيروح منزل التحديثات الى اخر وقت. لذلك قال لك ده خلاص ديفينيشن، يعني اخر تحديث لتعريف الفيروسات يوم 26/4، اللي هو يوم كام؟ 26/4 اللي هو ايه؟ اللي هو النهارده. خلاص اهو 26/4. يبقى اذا بهذا الشكل انا بعمل ابديت، وبهذا الشكل لو رحت هوم اقدر اعمل سكان. ممكن من هنا كمان سكان، يعني يشوف لي الفيروسات. ممكن اقول له فل يبقى كل الجهاز، ممكن اقول له كاستم يعني انا بمزاجي بقى اقول له سكان ناو، يقول لي انت عايز السي كامل، لو كده يبقى انا هعمل السي بالكامل، لو كده هعمل السي والدي، لو السي ولا الدي واقول له انا عايز جزء بس اللي هو هنا، واقول له لو سمحت عايزك تعمل لي الاي سي دي ال بس، واقول له اوكي هيروح عامل لي الاي سي دي ال بس. فعرفنا دلوقتي المهم، وعرفنا دلوقتي كمان فايدة، وانا بأكد لان دي بيجي فيها في الامتحان سؤال، فائدة عملية التحديث للفيروسات، وهو ان البرنامج بيكون بعدها عملية التحديث قادر على التعرف على جميع الفيروسات الى وقته هذا، وقادر ايضا في اغلب الاحوال على انه يعمل لها ديليت بعد التعرف عليها، يمسحها بعد التعرف عليها، يصلحها بعد التعرف عليها، ينظفها بعد التعرف عليها، وبهذا الشكل. ونشوفكم في الدرس اللي بعديه.